عجب شكون زعما واخت شكون عجبك شتو شكون الزهمول شكون يا اخي الضباطي ولا كلمتي ولا شبيب مقنع بدي عقاب الليل هكاك مع السحور مولا بيت ما ترقديش ارقد النقار نهار كامل لا يزي راقد تضرب بها في النوم في الليل كيف كيف تفخم في النوم راقد ليل ونهار ما عندكش فاش تخمم ما عندكش حاجه في مخك تتذكرها لا اسمعي انت الحكايه بتاع التلويث رجعت لك عندك حاجه ماك صافيه نهار السبت نقعد ربي للوقع انا نقول نقعد ربي للوقع شيل هذا قبل الليل بقى نعبد لي مع السحور ما ترقديش يا اخي نزلت شي تو باقي عاود فيه تعرف باش نعمل نايم الغزول اللي عمله لي ما نحط يديا في خدايا ونقول فيها هو على راسك على راسك هكا خاطر فنت الناس على راسك مازالش يا اخي يا اخي ما تتفكر شيء ما تتفكر شيء ما تتفكرش حاجه في مخك هكا ما عندك حتى شيء ما تفكرها ما تفكرش انا مبروك على زهر تفكري انت هكا هاي تو نستنى الواحد مش الصحه لذلك اللي بيجي ليها ما تلفت على الصباح هاي تو قول لي فهمني انا ما فهم شيء لا سحور لا تقول لي ما تلفت نتاع الصباح يا اخي اش مزال على طول الطفل اش مزال اش مزال على طول الطفل ما قلنا تو نطهروه الطفل هي وقتاش نطهروه الطفل ايه وانت طويك ما دي ساعه تاع الليل ولا ما تلفت نتاع الصباح فايقه كيما هكا وتخمم في طول الطفل هي انا ما نرقدش انا نخمم في طول الطفل مانيش كيفك لا قلب لا مرار نهار كل كي وفشخ في النوم كيما قلت لك انا لازم نطهروا ونروحوا بيه، شحال بك من هك؟ شنو هي نطهروا ونروحوا بيه؟ كيفاش باش نطهروا زاد؟ يا حسبكتي بالساكتة؟ اه مالا بيه، شنو نجيب لها زازا؟ ها لا هذاك اش مزال، برا برا دبر على روحك، هذاك اش مزال، وين باش تطهر؟ وبالساكتة، مسكين والله مسكين. يا بنتي تو نهزها للسبيطار ونروح بيه، يا حسبكتي تحتي شنو نعملوا لها هذه جوج كبيرة؟ شبيك؟ مبروك على زهوة مبروك يا فضيحتي يا فضيحتي يا فضيحتي قدام الجيران ويا فضيحتي قدام الجيران خاصة جارتنا انشراح هذاك اش مزالني انت الواحد لو تسوي في السبيطار ما تقولش نجيبو لا سالم الفيلم ياك مضبع هذاك تعرف الدار وكو لو تعب في روحك انت وتهز فيه للسبيطار ليه الطفل مقطوع من الشجرة ما عندهاش والدين ليه يا ولدي جارتنا انشراح شفت جارتنا انشراح ولدها طهرتها بسبع ايام وسبع ليل عجب تو تقارني فيه بالشراح الجراحة تبيع في الشراب والفلوس اللي تدز عليها وقال لي فيها بيني منين عندي لي نبيع الفيستا هي ما طول هذا السبيطار وطهروا ونجيبوه لما نعملوا جوج مكبره ليها والتعب هذا هي مش ندخلوها لدين الاسلام وقوت الحكايه يا بنتي لا تو حتى الاعراض ما عادش عاملينها قيمه ما عادش عاملينها قيمه تو الناس ولات تحس بالسياكه ماهيش واجده الناس يا رسول الله ماهيش واجده دبر على روحك ما يهمنيش فيك لا سحور لا والو ولا تاكل حاجه ولا تشرب حاجه ما يهمنيش فيك الا ما تخمم لي في حكايه الطفل ساعه طول الطفل فكر لي فيها وشوف لي حل ما يهمنيش فيك البن خلنا نغدر البن اللي في شاي حكى راني نصبح صايم يا رسول الله لا ترفع البن لا ترفع واحد ما تذوق حتى شيء ولا تشرب حتى شيء اقعد هنا وين ماشي لا سحور لا حتى شيء سند راقد مش هنا دم بارد وقلب بارد ونا نوم ما عادش نجم نوم ما عادش راقده ما يهمنيش فيكني هاي اسمع نقول لك ها مش مالي في مثل حتى شيء الطفل لا قوة الا بالله لذلك اللي بينزل الواحد يصبح صايم حتى الشرب لا ليه هكا شو عملت لك يا رسول الله اسمعني نقول لك هاو الاخر من الاخر وعلى الاخر هاو نقول الطفل نايم الطهر لا بنعمل لك كل حاجه العزيزه والغاليه والباهي هاو نقول لك تجيب له احسن الحاج اللي يعمل فيه دوره في البلاد والطبال يضرب ليه؟ عبير موسى الدور اش بالك يا بنتي؟ اي هبلت وزيد حاجه اخرى نقول لك تجيب لها الموسيقى ولا الماجورات نحبها تضرب ماجورات ليه عصمك عندي هنا عاد تقول لي كم نجيب لها عساويه ونجيب زادك اللي يلعبوا بالحلوشه والعقارب فماش ما يفلت حلش هكا ولا عقرب ويلدغك عاد يلدغك انت اللطف عليا ذاكش مزال ليش فيه قول الطفل ولدك يتيم ما عنده حد مع بلا والدين ولا مقطوع من شجر هذاكش مزال نقول لك حاجه اخرى مالها لازم من تو تجري لها اربعه ولا خمسه على ريش خرجوهم الساعة يدوروا معانا كي نعملوا دورة بالطفل والموسيقى تضرب وزيد كانون بالبخور من تالي واش رايك انت؟ يا والله يا راي من اللي سميتيهم الكل ما نقدر كان على البخور والكانون تو نجيب لك البخور والكانون هذا فيه البرك باهي هكا اسمع دبر على راحت ما يهمنيش فيك خلينا نمشي من الصحر ما عادش بكري ما عادش بكري يا بجي راني مش نصبح صايم خلينا نعمل طرف البن لا سحور ني غمضت نوم ما عملتهاش ما رقدتش لا وجعي على الناكل لا سحور ولا ماكل ما يهمنيش فيك دبر راسك قولش باش نعمل يا فطور الطفل اللي قلته لك هذاك هو شو باش نعمل شو نعمل منين جاي يا اخي عندي قلب منين جاي لا تقول لي تطهر هو كاو ما عادش تعود هذه ما تطهرش ولدي بالساكته فهمتني يا ما يهمنيش فيه ما باش نعمل دبر راسك دبر راسك ما يطهر لي بالواحد
ما يهمنيش فيك، دبر على روحك. نايه بالساكتة ليه؟ ولدي ما انطهراش بالساكتة كي تاكل معاه. ما يهمنيش هذا، اش معناتها ما يهمنيش هذا؟ نمشي نسرق ليه؟ مش حابيني نعمل أكثر من تاختي؟ هذاك هو، ولا بلاش تحبيني تو نعمل بريعة ونخرج نعيط في الدوار. النقار مش يطهر ولده، ولد النقار مش يطهر، النقار مش يطهر ولده. تريد بصراحة انكم باش نعطيها لجماعة النهضة يطهروه. شني شني فيه اللطف هذاك اش مزيان؟ اللطف عليا حنا تلعبوها لك باي، الطهر النهضة ليش فيه ولدي ديما ولا مقطوع من شجر؟ هذاك اش مزيان؟ ها برا نقولك حاجة ما عادش وقت تتصرف تتصرف برا امشي عربن و واعمل ولدك حاجة دي. اسمعني نقولك حاجة، ولدك نهار آخر كان يكبر ما كانش والله ما يطلع ناقم عليك. عجب ناقم علي؟ ها؟ قعد كان هو ما نقمش علي؟ ها؟ البلاد كاملة ناقم علي، الحكومة ناقم علي، ها؟ الوقت المشوم ناقم علي، والله العظيم أكبر نقمة بعثها لي ربي هي أنت. صحيت هذاك جزعي. أودي قول شو تقول ما يهمنيش فيك، أقسم بالله إلا ما نخلوها لك نير الدار، إلا ما نلمدكش ونهج منها ونخليها لك واسعة وعريضة. ها ونقول لك أنت ما تعرفش ودي بالزازة، أنا وكيما نحب، بالطبال وبالحصان العجب. محزوب تخوفي فيه. بري يا لالا بري هجي بري هيك على طبال السحور هيك عليه ولا تعرف كيفاش طو نهج ليه باهي هكا يا رسول الله هكا لازال مش يذن علي هكا لازال حتى شربه مية ما عملتهاش حتى فمي ما مضمضتهاش ليه عليك ليه تو كان انت صايم محسوبني اتسحرت ولا شربت شربه اما ما تخممش ولدك كيما نخمم فيه هنا هذاك اش مزيان هي هي اسمع نقولك والذبيحه الذبيحه ما تنساهاش مهمه لازمه لازمه على الاخر على الاقل 4000 شهداكم لازم منهم في الذبيحه اي ما انا بلاش ذبيحه تو ذبيحه طوت لو جيلي على الذبيحة الله أكبر الله أكبر هكا تسمعي شنو ماكش تسمعي زاد ماكش تسمعي في الأذان ليه هكا ليه مش عملتش الأذان عجب مالا شنو هو ماكش الأذان تسمع الله أكبر ليه عليك هكا ليه ليه تو باهي هكا نقعد صاير ليه ونهارين شو عملت لك هكا صار يكون الصح انك تتعب ليه هذا كل على الذبيحه يا اخي مخك كان في الذبيحه انت تبي على الذبيحه مو تبي على الذبيحه ولا تبي على الذبيحه ولا تكلمي عاد تكلمي دور الطفل ايش بيه شنو دور الطفل في الذبيحه برا الحين ها هذا الحين هذا الحين ها ها قدام ها هذا برا السكين برا السكين السكين هذا الحين ها با با برا الحين برا جيب سكين عاد برا جيب سكين جيب سكين الحين عاد جيب سكين الحين برا لا 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 احكي لي على 4000 شو خمسة ها ولا على شو خمسة لا مش